إلى ليبيا، وينضم إلينا من أنقرة الزميل عدنان نجان. عدنان، أهلا بك. في البداية، اليوم زيارة لوزير الخارجية الإيطالي إلى أنقرة. تركيا جددت موقفها الرافض لأن يجلس حفتر على طاولة المفاوضات من جديد. هل نتوقع ليونة في الموقف الإيطالي وحتى الأوروبي بخصوص هذا المقترح؟ هناك اتفاق بين أنقرة وروما حول دعم حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، والبلدان أجريا مناورات بحرية خلال اليومين الماضيين في مياه البحر الأبيض المتوسط، في رسالة واضحة جدا إلى جميع الدول الأخرى بأن هناك توافقا كبيرا في المواقف بين تركيا وإيطاليا إزاء التطورات الحاصلة سواء في ليبيا أو في التوترات شرقي البحر المتوسط. بعد قليل يصل إلى مبنى وزارة الخارجية هنا في العاصمة التركية أنقرة وزير الخارجية الإيطالي، سوف يبحث مع نظيره التركي التطورات الأخيرة في الملف الليبي، لا سيما بعد الزيارة الأخيرة التي أجراها وفد تركي رفيع المستوى إلى العاصمة الليبية طرابلس. طبعا هذه الزيارة تأتي في ظل تصريحات جديدة أدلى بها وزير الخارجية التركي مولود تشاوشولو، قال فيها بأن حفتر فقد شرعيته تماما في ليبيا ولا يتوجب عليه الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وقال بأن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيد من التعاون، مزيد من توسيع العلاقات بين تركيا وليبيا في عديد من المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية أو حتى الدعم العسكري التركي سوف يزيد في المرحلة المقبلة لحكومة الوفاق الوطني الليبية. وبالتالي الآن ربما تتشكل صورة ملامح المشهد الجديد في ليبيا إزاء الدول الداعمة لحكومة الوفاق الوطني من ليبيا في ليبيا، ومن جهة أخرى الدول التي ربما تبدو غاضبة جدا من التدخل الليبي لا سيما فرنسا. هناك انتقاد واضح من وزير الخارجية التركي للموقف الفرنسي، قال بأن فرنسا تدعم جنرالا انقلابيا حاول تقسيم البلاد بينما تركيا تدعم حكومة شرعية معترف بها دوليا. قال بأن فرنسا تحاول زرع الفتن في الدول وتحاول تقسيم بعض الدول في إشارة إلى الدور الفرنسي في ليبيا وبعض الدول الإفريقية، وبالتالي كان هناك انتقادات حادة بين أنقرة وباريس لا سيما على خلفية الاحتكاك في مياه شرقي البحر المتوسط بين إحدى السفن التابعة للبحرية التركية وسفينة تابعة للبحرية الفرنسية. شكرا جزيلا لك. من أمام مقر الخارجية التركية في أنقرة كنت معنا مراسلنا عدنان.